السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أيامكم بكل خير. عاجل ترتيبات لإعلان الانتصار الأمني الكبير، وإلى التفاصيل. ناقشت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها بالعاصمة صنعاء اليوم الاثنين الترتيبات الأخيرة لإعلان الانتصار الأمني الكبير. عبرت اللجنة الأمنية عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والمواطنين الشرفاء الذين كان لهم الدور البارز بعد الله سبحانه وتعالى في تحقيق هذا الإنجاز الأمني الكبير. هذا وسيتم نشر البيان الصادر عن الأجهزة الأمنية والذي يكشف تفاصيل عن الإنجاز الأمني، كما سيتم عرض جزء من الاعترافات والوثائق لأبرز العناصر الرئيسية للشبكة. وفي الاجتماع اعتبر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان الإنجاز الأمني الذي سيتم إعلانه اليوم نصرا كبيرا للشعب اليمني في إدارة المعركة التي يخوضها في مواجهة العدوان الممتدة منذ تجنيد هذه الخلايا لأكثر من 15 عاما، مؤكدا أن هذا الإنجاز نصر كبير ومؤزر لليمن قيادة وحكومة وشعبا. إذن يبدو أن هناك شبكة كبيرة تدخل من ضمنها عدد كبير من الخلايا. هذه الشبكة تابعة للعدو، وقد نجحت حكومة صنعاء في كشف هذه الشبكة والقبض على كل خلاياها. يعني هذا اللي بين نتوقعه. لا، احنا ننتظر إلى الساعة 7:30 مساء اليوم وسيتم إعلان البيان الخاص بهذا الانتصار الأمني الذي وصفته صنعاء بالكبير. عموما لن نستعجل الأحداث وننتظر صدور هذا البيان، وسيكون لنا مقطع فيديو إن شاء الله سوف أنزله لكم بعد إعلان هذا البيان. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.